القدوس الإله الواحد حل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور كلها أمين. أولا أهنئكم ببداية العام الدراسي الجديد في المرحلة الثانية وأول ترم في المرحلة الثانية. السنة دي هندرس مع بعض في مادة اللاهوت المقارن. حد فاكر اللاهوت المقارن المقصود بيه ايه؟ قولي يا بنتي. هي الفروق ما بين المذاهب المختلفة او الطوائف المختلفة. الفروق اللاهوتية ما بين الطوائف والمذاهب الايه؟ المختلفة. طبعا دراسة اللاهوت بتحتاج دقة وبتبنى على أسس. تحافظ على الإيمان أن يكون إيمان واحد يسلم من جيل إلى جيل. بنستلمه مبني على الكتاب المقدس والتقليد الكنسي اللي بيشمل تعليم الآباء والمجامع. وبنسلمه من جيل لجيل. والكتاب نفسه يوصي ان يقول عليه الايمان المسلم مرة من القديسين. ومعلمنا بولس الرسول يوصي تلميذه تيموثاوس يقول له اما انت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. بما يليق بالايه؟ بالتعليم الصحيح. وبعد ما بيعلمهم الآباء الرسل استلموا من السيد المسيح وبدأوا يسلموا الجيل اللي بعدهم ووصوهم يتكلموا ويعلموا بالتعليم الصحيح. طب وبعدين؟ طب ما هم برضو هيقضوا مدة غربتهم ويرحلوا. فمعلمنا بولس الرسول يوصي تلميذه أيضا يقول وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء. أناس إيه؟ أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فبيشترط أن يكونوا أمناء وأكفاء أن يعلموا آخرين إيه؟ أيضا. بحيث جيل يسلم لجيل. وعشان يحفظ الإيمان المسلم لذلك فالتعليم في الكنيسة مسؤولية الإكليروس. التعليم أساسا مسؤولية مين؟ الإكليروس. الإكليروس بكل درجاته ورتبه المختلفة. الإكليروس كم درجة؟ كم درجة؟ قولي ما تخافيش. ثلاثة فعلا. درجة الأسقفية ودرجة القسيسية ودرجة الشموسية. وداخل كل درجة في رتب. فدول المسؤولين عن التعليم. طب
مين اللي خلاهم مسؤولين كده؟ مين اللي علمنا كده؟ ربنا يسوع المسيح نفسه. من البداية 12 تلميذ و70 رسول، مش كل حد اختارهم وتلمذهم وأمرهم وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. طيب الآباء الرسل عليهم أعباء كتيرة، وناس ومشاكل وإخوة رب وحاجات كتيرة قوي، فرتبوا ان الاباء الرسل المسؤوليه الاولى بتاعتهم يكون الكرازه والتعليم بالكلمه. عشان كده قالوا ايه في سفر الاعمال؟ اما نحن فنواظب على الصلاه وخدمه الكلمه. ومعلمنا بولس الرسول يقول الإنجيل الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. وبدأوا يوصوا تلاميذهم، في موقع آخر يقول لتلميذ تيتوس تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان. والحكاية دي مش موجودة في العهد الجديد بس، لا ده من العهد القديم. الكتاب يقول من فم الكاهن تطلب الشريعة. مين اللي يعلم الشريعة ويوضحها ويشرحها؟ الكاهن. من فم الكاهن تطلب الشريعة. ففي هيكل تعليمي وخدمي وإداري في الكنيسة. الدرجة العليا هي الأسقفية، والآباء الأساقفة منهم يتكون المجمع المقدس المسؤول عن التعليم والتشريع. له سلطة التشريع والتقنين، يعني أي أمور في الحياة محتاجين الناس تعرف الوضع إيه، صح كده ولا غلط، نتصرف إزاي في الموضوع الفلاني ده. من له سلطة التشريع والتقنين؟ المجمع المقدس بناء على التعليم اللي استلموه من الآباء الرسل، يعلموا ويشرعوا وفقا وطبقا أو بما لا يتعارض مع تعليم الكتاب والتقليد المسلم من الآباء. ما يبقاش حاجة معارضة مخالفة. واللي يقروا الآباء الأسقفة اللي هم يمثلوا الآباء الرسل يبدأ بعد كده دور الآباء الكهنة ياخدوا التعليم دهيت ويشرحوها للناس ويوضحوها للناس. يبقى الآباء الأسقفة لهم سلطة التشريع والتقنين، وبعد كده والآباء الكهنة يعلموا وممكن يشاركهم الشمامسة أيضا. فدي مسؤولية المعلمين في الكنيسة أو التعليم في الكنيسة.
وما بنقول في الكنيسة بصفة عامة، سواء في الليتورجيات، الصلوات الليتورجية، القداسات والعشيات والمناسبات والأعياد وكله، أو سواء في اللقاءات العامة أيضا، دي مسؤولية الإيه؟ الإكليروس. وممكن أما بيبقى في خدمة الإجبين، عارفين مثلا في المعمودية في إجبين، إن الأطفال الصغيرين أو الناس اللي يدخلوا الإيمان جداد بيبقوا عايزين حد يتولاهم، فهنا الكنيسة بتحدد مين اللي يبقى إجبين. ويمكن لما الدنيا زادت والأعداد كترت وفي قصور أحيانا من جهة الآباء والأمهات اللي هم مفروض برضو يكونوا مهمتهم الأولى ديت، بقى في خدمات أخرى معاونة زي خدمة التربية الكنسية اللي هم برضو بيساعدوا ويقولوا ويعلموا بما قررته الكنيسة، بما قرره الآباء الأسقفة خلفاء الرسل واللي بيشرحوا الكهنة ويرددوا الخدام المعاونين للأطفال الصغيرين وغيره. وبالتالي ما ينفعش حد يعلم حاجة من دماغه، لابد ان يكون استلم وتعلم هذا التعليم. وبيشترط في اللي يؤتمن في التعليم يكونوا ايه؟ زي ما قال الكتاب، ناس امناء واكفاء، وفي مواضع اخرى لما يجي يقول هتختار شماس او قسيس او اسقف يبقى له مواصفات معينة. وأهم هذه المواصفات أو الصفات إن يكون طبعا أمينا، صاحيا، عاقلا، صالح للتعليم. صالح للإيه؟ لازم يكون صالح للتعليم. طب نفترض حد قديس وبيعمل معجزات وشخص بسيط خالص في تعليمه، لكن في عنده أمانة بينه وبين ربنا بدرجة ممكن يعمل معجزات بسبب طهارته وقداسته، لكن ما عندوش نعمة التعليم، مش دارس كويس وإمكانياته في الدراسة محدودة، لكنه قديس، هل ينفع يعلم ولا لأ؟ ينفع يعلم ولا لأ؟ اللي يقول ينفع يرفع ايده، اللي يقول ما ينفعش يرفع ايده. في ناس ما رفعوش في الناحيتين، اللي رفعوش في الناحيتين دول ما ينفعوش. لا، لازم يكون صالح للتعليم، عشان كده يقول امناء وأكفاء. الأمانة لوحدها ما ينفعش، لازم أمناء وإيه؟ وأكفاء، يكونوا صالحين للتعليم. عشان كده لما بنيجي بنقول مثلا هنرسم كاهن
او شماس او اي درجه بيشترط لازم يكون ايه؟ متعلم كويس وصالح للتعليم. حد هيدخل يدرس اعداد خدام عشان يساعد في الخدمه رغم ان يعني مسؤوليه بسيطه قوي 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 قوي، لكن مهم، وبالتالي لابد يكون ايضا امينا وصالح للتعليم. طب نفترض امين انه مش صالح للتعليم، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. في قديسين، عشان كده الكنيسه فرقت بين قديس البيعه ومعلمي البيعه. معلمي البيعه لازم يكونوا متعلمين ومعلمين وقديسين في نفس الوقت، لكن قديس البيعة ممكن يبقوا قديسين عظماء لكن ما يبقوش معلمين. ما ينفعش يبقوا ايه؟ معلمين. عشان كده ناس كتير بنلاقيها يا ولاد في اعداد خدام يبقوا يعني امكانياتهم بسيطة لكن عايزين ندخل. لا، ممكن الخدمة بطرق كتيرة، الواحد يخدم ربنا بطرق كتيرة، لكن خدمة التعليم بالذات مش كل حد يصلح فيها، لازم يكونوا اكفاء وبدعوة. ما ينفعش حد كده يقول لا انا اخدم، لازم اخدم، لا ما ينفعش. يقول لك كيف يكرزوا إن لم يرسلوا؟ وإزاي هيرسلوا إن لم يدعون؟ لازم يدعى وبعدين يعني يرسلوا كده. المهم يعني إحنا طولنا شوية في النقطة دهيت. بهذا الوضع الإيمان بيبقى واحد، لأن إيه؟ جيل بيسلم جيل بأمانة وبكفاءة. طب نفترض حد في السكة كده جت في باله فكرة واقترنت الفكرة دي بشوية كبرياء وبدأ يعلم تعليم ما استلموش، في الحالة دي يحاكم كنسيا. عشان كده انعقد مجمع نقية وحكموا على مين؟ أريوس. واتعمل مجمع القسطنطينية واتحكم على مين؟ 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 مقدونيوس. وانعقد مجمع أفسس واتحكم على مين؟ نسطور. في ناس اتحرموا من الكنيسة لكن ما خضعوش وراحوا يعملوا لنفسهم مذهب لوحدهم كده، دول اللي بسببهم بدأ يبقى فيه طوائف ومذاهب مختلفة عن الكنيسة الأرثوذكسية. وتكونت بقى ايه؟ طوائف مختلفة. أول انقسام حصل وناس شذوا وانشقوا عن الكنيسة، ده حصل امتى؟ قول يا ابني اللي ورا، قول. مظبوط، ده اول انشقاق حصل، انشقاق
عن الكنيسة الأرثوذكسية وتكون مذهب أصحاب الطبيعتين، لأن حصل في مجمع غير شرعي، مجمع لا تقر به كنيستنا بأنه مجمع مسكوني، لأن لو لم تتوافر فيه الشروط القانونية لجعله مجمع مسكوني. فدي حصل أول انشقاق، ناس خرجوا عن الكنيسة الأرثوذكسية وبقوا يؤمنوا بالطبيعتين، يقولوا ان السيد المسيح اقنوم واحد في طبيعتين. اقنوم واحد فين؟ في طبيعتين. وبعد كده توالت الانقسامات والمذاهب. الانشقاق الاول دوت اصبح في الشرق هنا كنيستنا القبطية الارثوذكسية وكرسي انطاكيا الارثوذكسي والارمن الارثوذكس والاحباش الارثوذكس والهنود الارثوذكس إيمان واحد لم يتغير. في خلق دنيا بقى في روما ومعاهم القسطنطينية، هما الاثنين اختلفوا عن الكنيسة الأرثوذكسية بخصوص طبيعة السيد المسيح. احنا نقول ربنا يسوع المسيح له المجد، هو الاله المتجسد، هو الاله الايه؟ المتجسد، كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، بتجسده او في تجسده حدث اتحاد طبيعي وأقنومي، بحيث اتحد الناسوت باللاهوت أو اتحد اللاهوت بالناسوت أقنوميا وطبيعيا. في نفس لحظة الاتحاد وجد الناسوت، لم يكن للناسوت وجود قبل الاتحاد، ولكنه وجد في لحظة الايه؟ وجد متحدا اقنوميا وطبيعيا، فصار السيد المسيح هو الاله المتجسد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، اقنوم واحد وطبيعة واحدة. طب هو الاله ولا الانسان؟ لا، هو الاله المتجسد او المتأنس، فاصبح له اقنوم من اقنومين وطبيعة من طبيعتين. هذه الطبيعة الواحدة نتجت عن اتحاد الطبيعتين، فصارت طبيعة الاله المتأنس فتشمل كل صفات اللاهوت وتشمل كل صفات الايه؟ الناسوت، زي الفحمة اللي مولعة بالنار. هم طبعا الفريق الاخر قالوا الطبيعتين اتحدوا بالاقنوم وصار في طبيعتين، طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. هناخد الموضوع ده بالتفصيل
في محاضرة أو محاضرتين مهمين. المحاضرتين دول هيعتبروا نص المنهج بتاعنا، رغم انهم محاضرتين اتنين بس، ممكن هيبقوا نص المنهج بتاعنا اللي هنمتحن فيه. وهنفرد لهم معاد هنبلغ بيه قدام شوية بعد محاضرة او اتنين تاني، بحيث ده اهم موضوع، لان دي كان بداية الانشقاقات، والخلاف ده موجود بيننا وبين بقية الكنائس الاخرى او المذاهب الاخرى كلها. ليه بقى؟ كنيستنا الارثوذكسية والكنائس الشقيقة لها في نفس الايمان فضلت زي ما هي، ما اتغيرتش خالص. لكن جه بعد كده الروم اللي هم بتوع القسطنطينية وبتوع روما اختلفوا مع بعض، لأن الخطأ يولد خطأ. الخطأ يولد ايه؟ خطأ. كنيستنا فضلت زي ما هي، فضلوا زي بعض كده ماشيين مع بعض لغاية القرن 11 سنة 1054، وبعد كده انفصلوا بسبب عقيدة انبثاق الروح القدس. بتوع روما قالوا منبثق من الآب والابن، لكن الروم او كنيسة القسطنطينية الكنيسة البيزنطية فضلوا زينا في النقطة دهيت، ان نقول الروح القدس المنبثق من الآب زي ما ورد في قانون الإيمان بتاع نيقيا، احنا ملتزمين ما بنغيرش. طب وقانون الإيمان بتاع نيقيا ده جابه منين؟ من كلام السيد المسيح في يوحنا 15:26، يقول ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. فاحنا بنلتزم باللي قاله ربنا يسوع المسيح نفسه. فدول انقسموا. مين اللي غير اكتر؟ بتوع القسطنطينية ولا روما؟ روما هم اللي اضافوا حاجة جديدة. طيب الانقسام اللي جاي بقى بعد كده هيجي من القسطنطينية ولا من روما تاني؟ دايما خدوها قاعدة كده، اللي الخطأ يولي وهكذا. ففضلوا ماشيين في روما لغاية ما جه القرن 16، وبعد كده جه واحد اسمه كيلفن ومارتن لوثر وعملوا المذهب البروتستانتي. وغيروا حاجات كتيرة بقى بعد ما عملوا المذهب البروتستانتي. فضل البروتستانت بقى يغيروا في حاجات كتيرة، نقط كتيرة بتبقى خلافية. عشان كده احنا لما هندرس الفروق هنركز اولا في الخلاف الاول اللي هو فيما يخص طبيعة السيد المسيح، وده بيعبر عن الخلاف بين الكنيسة الارثوذكسية والكنائس البيزنطية والكاثوليكية والبروتستانتية.
وبعدين اديناكم فكرة على السريع عن انبثاق الروح القدس ده خلاف بيننا وبين الكاثوليك والبروتستانت، لان البروتستانت خرجوا من مين؟ من مين؟ من الكاثوليك. وبعد كده هنركز شوية على الخلافات اللي بيننا وبين البروتستانت. طبعا البروتستانت جم رد فعل مضاد تماما ومغالفي للكاثوليك. الكاثوليك بدأوا ينادوا باسم بابا روما. الحاجات دي مش عندنا. احنا مثلا في الكتاب المقدس نقول مين اللي مسؤول عن التعليم؟ الإكليروس. لكن كل الناس تقرا الكتاب المقدس، ممكن كل واحد يقرا الكتاب الايه، لكن مين اللي يعلم؟ الإكليروس. في روما بلغوا في الحتة دهيت وخلوا الكتاب من اختصاص الإكليروس بس في كله. فجه البروتستانت على النقيض تماما، قالوا لا عصمة ايه ده، من الأصل ما فيش كهنوت، كلنا ملوك وكهنة. احنا بنسمي الكهنوت ده ايه في الأسرار السبعة؟ تاج الأسرار. فما فيش كهنوت وبالتالي ما يؤمنوش بالأسرار كلها. الأسرار السبعة ما يؤمنوش بيها ولا يؤمنوا بالتقليد اللي هو التعليم اللي تسلمناها من الآباء الرسل وما هيش مكتوبة في الكتاب المقدس لكن استلمناها، ولا بقوانين المجامع ولا بالمجامع وتعاليمها. وطبعا تحرروا جدا، كل واحد فيه حرية ان يعلم زي ما هو عايز، وبالتالي بدأ يبقى فيه خلافات كتيرة في موضوع الخلاص. كيف نحصل على الخلاص؟ وما عندهمش أسرار، فبدأوا يركزوا على الإيمان، الإيمان فقط، آمن فقط. وبرضو في تعليمهم ما بين الإيمان والأعمال في خلل، وما بيؤمنوش بالأسرار، يعني ما بيؤمنوش بالإفخارسية ولا بالاعتراف ولا بالمعمودية ولا بالكهنوت ولا بكل الأسرار كلها. وإن كان في بعض فروع من الكنائس البروتستانتية، لأن البروتستانت كتار قوي، لو سألتوني بقوا متشعبين لكام حاجة هقول لكم معرفش، كتار. ففي منهم الأنجليكان أو الكنيسة الأسقفية ممكن يقولوا عندهم يعني ايه بعض الكهنوت ويقولوا بسر التناول. بالإضافة بدأ في خلافات في الكتاب المقدس نفسه، في أسفار ما بقوش يعترفوا بها خالص، زي الأسفار القانونية اللي هي النسخة اللي بين ايدينا دي اللي طبعها مطبوعة بالبروتستانت مش موجودين فيها، زي سفر طوبيا ويهوديت والمكابيين والحكمة وابن صراخ الى اخره. بدأوا يتعاملوا مع العهد القديم بطريقة يعني
كأننا يعني العهد القديم ده يعني حاجة وانتهت، وكأن المسيح أو المسيحية نقضت العهد القديم، مع أن السيد المسيح قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. ما يؤمنوش بالتقليد ولا بالكهنوت ولا بالطقوس، بالتالي ما يؤمنوش بالأصوام العامة في الكنيسة. فيش حاجة اسمها صوم ميلاد وصوم الكبير والحاجات دي. لا يؤمنوا بالرهبنة، ما يصلوش على الموت، بيبقى الميت عندهم يدخلوا يقروا حاجة من الكتاب كده وكلمة وعظة وبس، لكن ما يصلوش من أجل المنتقلين. ما فيش شفاعة، لا يؤمنوا بالشفاعة، وبالتالي لا مفيش إكرام للقديسين. حتى الست العذراء يعتبروها يعني ولا حاجة، هي يعني زينا زيها. وبالتالي مفيش أيقونات زي ما انتوا شايفين كده اللي بنحط فيها القديسين. الكنيسة نفسها بالنسبة لهم ما يؤمنوش بيها قوي. اي مكان يبقى كنيسة شقة حاجة، المهم مكان يتحط فيه منبر وخلاص. وبالتالي ما فيش اتجاه للشرق، يعني في تحرر من كل حاجة، كل بقى الطقوس الداخلية البخور والشموع والاناديل ما فيش. لا يؤمنوا بصلوات الأجبية، فيش حاجة خالص. بعضهم عنده إيمان بالحكم الألفي، عندهم اعتقاد إن في آخر الأيام السيد المسيح يجي ويحكم 1000 سنة قبل يوم القيامة. طبعا لا يكرموا القديسين ولا الست العذراء وما اكتفوش بكده وبس، لا ده بيطعنوا في بتوليتها، يقولوا انها ما فضلتش بتول، لا دي اتجوزت بعد يوسف النجار ما مات وخلفت صبيان وبنات وخلاص، يعني قضت المهمة بتاعتها وانتهت، زي البيضة خدنا منها الكتكوت والقشرة خلاص، يعني ملهاش لازمة. كل ده ليه؟ لأنهم بيؤمنوا بحرية كل واحد يعلم زي ما هو عايز، فكل واحد تطلع في دماغه حاجة يقولها ويكون مذهب جديد طالما لقى ناس تتبعه. خلي بالكوا دي نقط كتيرة هيجي فيها امتحان. أنا بقول لكم أهو، مش بنقولها بنحكي كده. ما يؤمنوش برضو بما يؤمنوا قوي، يهتموا بالمواهب. المواهب ده يعني حاجة كبيرة قوي عندهم، وخصوصا في موهبة معينة اللي هي التكلم بألسنة. التكلم بإيه؟ بألسنة. ده بيعتبروها علامة للامتلاء من الروح القدس ودليل على قبول الإنسان الروح القدس. إيه بقى بيتكلم بألسنة؟ زمان الموهبة دي لما ربنا اداها للكنيسة عشان يبشروا في العالم كله، فراحوا في كل بلاد العالم، فكان الآباء الرسل بيبقى عندهم الموهبة ان يتكلموا بلغات مختلفة عشان اللي يسمعهم يفهم هما بيقولوا ايه. لكن التكلم بألسنة عند البروتستانت ان حد يتكلم بحاجة محدش ابدا يفهمها. ألسنة. طب زمان قبل ما يبقى فيه بقى دراسة وناس دارسة وكليات ألسن،
قبل ما في كلية الايه الألسن. فكان الناس تفتكر ان في دي لغة من اللغات اللي في العالم، بس احنا مش متعلمينها، دي لغة بس احنا ايه بعد لما بقى فيه اللغات موجودة ودراسة اللغات موجودة. لو جبنا كلية الألسن بكل أقسامها وأساتذتها وقلنا لهم ترجموا لنا ايه اللي بيتقال، هيقولوا لا ده ولا لغة، امال ايه ده؟ ما نعرفش. لا يؤمنوا بالكهنوت، وبالتالي ما فيش الأبوة الروحية مش موجودة. استخدامهم للصليب ما فيش. يعني شوفوا احنا في كنيستنا دايما الكهنوت لازم يبقى ايه؟ ماسكين الصليب ونلبس الصليب، والصليب في كل مكان وفي اعلى مكان، وندقه على ايدينا ونلبسه على صدرنا وعلى لساننا على طول. ده اي حاجة باسم الصليب، باسم الصليب. واول حاجة نعلمها لاولادنا اول درس قال باسم الاب والابن، ويفضل الطفل يتهته، لكن الصليب ده مهم. ما عندهمش الحاجات دي كلها. ده بالإجمال بعض الخلافات اللي بيننا وبين الطوائف الأخرى. اتكلمنا كفكرة بسيطة، لكن هندخل في التفصيل بالخلاف الأول بعد كده زي ما قلنا في محاضرات هنعلن عنها، اللي هي بيننا وبين المذاهب الأخرى كلها، الروم والكاثوليك والبروتستانت. وتكلمنا بصورة مبسطة جدا عن الانبثاق الروح القدس. هنركز شوية مع أخواتنا البروتستانت في نقط جوهرية عشان نظرا لأهميتها للخلاص. فهنبدأ ناخد بعض النقاط وندخل فيها بشيء من التفصيل. احنا قلنا ان البروتستانت لا يؤمنوا بالأسرار، فنهتم بسر معين اللي هو اول سر وأهم سر المعمودية، ولا سيما لأن أحيانا يقولوا إن احنا في معمودية، أحيانا يعمدوا، بس مفهوم المعمودية بالنسبة لنا غيرهم تماما. المعمودية بالنسبة لنا هي سر مقدس مهم له فعاليات كتيرة. بالنسبة لهم أهم حاجة الإيمان، وبعد كده المعمودية دي إعلان، إعلان لإيه؟ لقبول المسيحية فقط، يعني حاجة شكلية. لكن المعمودية بالنسبة لنا بنؤمن بفعاليتها، وهنتكلم عن بعض المفاعيل دهية. المعمودية بالنسبة لنا لا تتم إلا بواسطة أب كاهن شرعي. طبعا المعمودية بالنسبة لهم ما هياش سر وليس لها فعالية، وما عندهمش أسرار، وبالتالي مش كاهن هو اللي يعملها.
احنا بنعمد بالتغطيس، هما ممكن بالتغطيس بالرش بأي حاجة مش فارقة، يعني ما عندي فيش مانع يغطسوا ما يغطسوش، لكن احنا لازم المعمودية ايه؟ بالتغطيس. احنا بنعمد الأطفال وحريصين على معمودية الأطفال لأننا ندرك أهمية المعمودية للخلاص ودخول الملكوت. فعلشان كده الطفل أو الطفلة يمكن أن يعمد ولو ابن يوم، لكن عادة طالما صحته كويسة بينتظر لغاية الفترة بتاعت الأم اللي يسمح لها بدخول الكنيسة. يعني الطفل ممكن يتعمد من أول يوم، ليه بننتظر 40 و80 يوم؟ عشان يسمح للأم بدخول الكنيسة. في حالة الولد بعد كم يوم؟ في حالة البنت كم يوم؟ 80. بمجرد ما تربعا تعمد على طول، ما ينفعش تتأخر. ليه كده؟ لأن المعمودية ما تتأجلش. ده حتى لو الطفل حس انه تعبان وممكن في خطورة على حياته، أي حد ياخده يروح يعمده، سته أبوه عمته خالته أي حد، ما ينتظروش الأم لأن دي خلاص نفس. لكن عند البروتستانت الأطفال لا، هي أصلا ما عندهمش، ما يؤمنوش بفعالية المعمودية، وبالتالي الأطفال لا. ندخل لفعالية المعمودية بالنسبة لنا اللي هم ما يؤمنوش بيها. احنا نؤمن ان المعمودية يتم بها الخلاص، بها ننال الايه؟ الخلاص. عارفين ابونا في القداس بيصلي يقول ايه؟ تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم لنا بالميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح. شوفوا حتى في القداس بنعبر عن إيماننا وعقيدتنا. طب إيه اللي قال لنا إن الخلاص بيتم عن طريق المعمودية؟ هل حد اتفزلك واتفلسف وتأمل وقال كده؟ لا، ده كلام السيد المسيح. قالوا صراحة: من آمن واعتمد خالص، ومن لم يؤمن يدن. أو في خطورة من اللي زي دول، يعني يقولوا أي كلام وخلاص. والأهمية المعمودية كان لها رموز من العهد القديم. شوفوا معلمنا بطرس الرسول يقول ايه عن فلك نوح، بيقول الذي فيه خالص قليلون، اي سماني انفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا نحن الان، اي بالمعمودية. هل احنا تأملنا وقلنا الفلك ده كان يرمز للمعمودية؟ لا، ده الكتاب نفسه اللي قال معلمنا بطرس الرسول. فالمعمودية بها ننال الايه؟ الخلاص. بها ننال الميلاد الثاني من الماء والروح، الميلاد الجديد
اللي هو قال عنه ربنا يسوع المسيح في إنجيل يوحنا صح 3: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ورجع قال: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الروح هو روح، هكذا كل من ولد من الروح. فبها ننال الميلاد الجديد. احنا اتولدنا الميلاد الجسدي من ابونا وامنا بالجسد، لكن الذين امنوا اعطاهم السلطان ان يصيروا اولاد الله. الذين ولدوا ليس بمشيئة الجسد والمشيئة دم، لكن من الله ولدوا بالماء وإيه؟ بالماء والروح. وشايفين، خلوا بالكم، حكاية الولادة دي كمان بتلفت نظرنا للتغطيس. واحد كان جوه بطن أمه وخرج، فالبطن دي بيرمز لها بالايه؟ بالمعمودية. نبقى جوه المعمودية ونتولد منها، يبقى بالمعمودية بحسب ايماننا الارثوذكسي بها ننال الخلاص والميلاد الثاني من الماء والروح كقول ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وبها أيضا نغسل من خطايانا، فهي المعمودية غسل من الخطايا. يقول معلمنا بولس الرسول: بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني. وفي أفسس، الرسالة لأفسس، يقول: مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. فاكرين القديس بولس الرسول لما كان في الطريق لدمشق عشان يقبض على المسيحيين وشاف الرؤية وربنا قال له ادخل في دمشق ويقال لك ما ينبغي أن تخلص يعني، وبعت له مين ساعتها؟ حنانيا الدمشقي. فلما راح له قال له إيه؟ قال له إيه حنانيا؟ قال له: أيها الأخ شاول، لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. قم اعتمد واغسل خطايا. فهنا اولا احنا هنا بنقول المعمودية هي غسيل للخطايا، وبرضو الحادثة دي بتلفت انتباهنا قوي لأهمية المعمودية. مش الإيمان بس، الإيمان يقود للمعمودية، لكن القديس بولس الرسول تقابل مع من في الطريق؟ السيد المسيح نفسه. السيد المسيح نفسه. وهذا لم يمنع انه كان لابد ان يعتمد. مقابلته للسيد المسيح لم تلغي المعمودية، بل جه حنانيا الدمشقي قال له: ايها الاخ شاول، لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. ومعلمنا بولس الرسول يقول في كورنثوس الاولى 6: لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا. فالمعموديه بها ننال الخلاص، بها ننال الميلاد الثاني، بها نغسل من الخطايا. نفس المعنى
الغسل من الخطايا او مغفرة الخطايا، بيها ننال مغفرة الايه؟ الاتنين بمعنى واحد. عشان كده يوم الخمسين لما الاباء الرسل وقفوا وكلموا الشعب ونخسوا في قلوبهم، فراحوا سألوا الاباء الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة، ايه اللي نعمله؟ فجاوبهم القديس بطرس قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. شفتوا بقى المعمودية فيها مفعيل قد ايه؟ ننال الخلاص، الميلاد من الماء والروح، غسيل الخطايا، مغفرة الخطايا. المعمودية أيضا هي موت وقيامة مع المسيح، لأن أجرة الخطية موت. ومعلمنا بولس يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. ويرجع يقول إيه بقى؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفننا معه بالمعمودية للموت. دفننا معه بالمعمودية ايه؟ مدفونين معه في المعمودية. وهنا في ارتباط بين الموت والقيامة، ما عشان يبقى في قيامة لازم يبقى في ايه؟ فإذا اتحدنا به في شبه موته برضو هنتحد في إيه؟ في القيامة. يقول لأنه إن كنا صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. وبرضو خلي بالكم من كلمة الدفن، الواحد لما بيدفن بيبقى فين؟ جوه القبر. وعشان كده لابد تكون المعمودية بالتغطيس، يعني نكون بالكامل جوه الماء. احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ في مفاعيل او فعالية المعمودية بالنسبة لنا اللي البروتستانت ما بيؤمنوش بيها. بنؤمن ان المعمودية بتخلينا خليقة جديدة، وتدينا حياة جديدة. فرسالة روميا يقول فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، أي في الحياة الجديدة. مش كده وبس، احنا في المعمودية بنتولد وبنبقى خليقة جديدة. قبل ما بنتعمد بنبقى ولاد ابونا وامنا بالجسد، واخدين ملامحهم، واخدين كل حاجة منهم، وارسين الخطية. لكن في المعمودية بنولد من فوق، بيبقى مين أبونا؟ السيد المسيح. فبنبقى زي الأولاد بالجسد بيبقوا شبه والديهم، في المعمودية بنلبس المسيح فبناخد شبهه. يقول ايه؟ لانكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ادم الاول فيه الخطية وفقد بهاءه،
لكن احنا ما بنلبس المسيح نلبس ما فيه من بر وصورة البهاء. تشوفوا حد كده يقولوا دول ولاد ربنا، عرفت منين؟ يقول لك ولاد ربنا بيبان عليهم. ولاد ربنا بيبان ايه؟ لغتهم كده وشكلهم مريح، فيهم نعمة. ليه؟ لأنهم لبسوا المسيح. طبعا زي ما قلت لكم المعمودية دهيت مهمة جدا جدا جدا، ولأهميتها سبق ربنا فمهد برموز في العهد القديم للمعمودية، وقلنا زي الفلك مش كده؟ وزي ايه تاني؟ زي الختان. الختان كان رمز للمعمودية لأن بيتقطع جزء وبيموت وبنولد من فوق، زي عبور البحر الأحمر. طب الكلام ده يعني جبناه من نفسنا؟ ده الكتاب نفسه اللي علمنا كده. معلمنا بولس يقول فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أبائنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. وموسى هنا كان يمثل الكهنوت. ده غير في تشبيه حلو قوي 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 المفعيل المعمودية ورد في حزقيال، بيتكلم عن النفس البشرية اللي دخلت في عهد مع ربنا، والنفس البشرية كان يرمز لها بأورشليم، فيقول لها ايه؟ دخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت. شوفوا الكلام ماشي ازاي. وطبعا الغسيل ده بيشير لمية المعمودية، والزيت بيشير لإيه؟ زيت الميرون. في المعمودية من ضمن فعاليتها بنبقى أعضاء في جسد المسيح اللي هو الكنيسة، عشان كده بتلقب المعمودية عندنا بباب الأسرار. فيش واحد يقدر ياخد أي بركة وأي سر في الكنيسة ما لم يعمد أولا. ممكن يبقى طفل بريء يجوا هيناولوه ما ينفع اتعمد؟ لا ما ينفعش. ده حتى الصلاة ما تنفعوش. زي بالضبط في العهد القديم كان الإنسان بياخد عضويته في شعب الله عن طريق ايه؟ الختان. فالختان كان رمز أيضا للمعمودية زي ما قلنا. دي بعض المفاعيل. اولا نختلف مع البروتستانت، المعمودية بالنسبة لنا ليها مفاعيل كتيرة اللي قلناها، ولابد ان تتم وننالها بواسطة الكهنوت، كاهن شرعي. لكن هم للأسف المعمودية عندهم لما بيمارسوها لا يؤمنوا بفعالية المعمودية زي ما احنا ما بنؤمن بيها، وبالتالي ما عندهمش أسرار فأي حد يعمد. لكن المعمودية من اختصاص الإكليروس، عشان كده ربنا يسوع المسيح قال للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا جميعا وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. عشان كده شفتوا ربنا يسوع المسيح لا بعد ما ظهر لشاول بعت له حنانيا الرسول
قال له لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. يبقى احنا بنقول المعمودية بالنسبة لنا ليها مفاعيل مش عند البروتستانت، بالنسبة لنا لازم يكون بها، لازم يقوم بها اب كاهن شرعي، دول مش عند كده. بالنسبة لنا لازمة جدا، بدونها مفيش خلاص. عندهم لا، ممكن آمن فقط. لكن ليه احنا المعمودية لازمة؟ من اجل كل اللي قلناه من شوية، لانها سر من اسرار الكنيسة، وبها ننال الخلاص وغفران الخطايا والميلاد الجديد والغسيل من الخطايا والثبات في المسيح وعضويتنا في جسده. عشان كده لازمة، وإلا ما كان ممكن بولس الرسول يكتفي أنه قابل المسيح وخلاص. ده يوم الخمسين كان أعداد كبيرة قوي، أكتر من 3000 واحد. تخيل، عشان الآباء الرسل يعمدوا 3000، ده إيه؟ ده جهد كبير. ده احنا لما بيجي احد التناصير وبيبقى الاباء الكهنه بيعمدوا اطفال صغيرين بيتهد حيلهم، وده كبار واعداد كبيره، ولكن لم يتوانوا ان هم يعمدوهم لان مهمه للخلاص. عشان كده لما سالوا الاباء الرسل ماذا نفعل، قالوا لهم ايه؟ توبوا وليعتمد كل واحد منكم. ويقول الكتاب بقى ايه؟ واعتمد في ذلك اليوم 3000 نفس في اليوم ده. طب تفتكروا لو ملهاش لازمه المعموديه، اللي جاي لهم كانوا يعمدوهم في نفس اليوم 3000؟ وده كان تعليم الاباء الرسل. عشان كده فيلبس الرسول لما راح لخص كنداكا، الخص الحبشي، وشرح له الإيمان المسيحي وشرح له أهمية المعمودية، ومروا كده على عين مية، فراح الخص الحبشي قال له هو زماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ وعمدوا بالفعل، ما انتظروش. عارفين طبعا حكاية كورنوليوس لما كان سن تقي وربنا اعلن له ان صدقاته قبلت، وقال له ابعت لبطرس في يافا، وربنا اعلن لبطرس، لان كان استحالة بطرس الرسول يروح لان ده اممي، فراح له بطرس الرسول بناء على الرؤية اللي شافها. وبعد كده كان في طبعا ناس من اليهود كده شايفين ان ايه ده، حتى الامم كمان. فربنا اعلن له، عشان كده القديس بطرس الرسول يقول ايه؟ أترى ان يستطيع احد ان يمنع الماء حتى لا يعتمد، حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن؟ نقدرش نمنع المية، لا دي مهمة جدا. أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء؟ مش ممكن. دخل نفسه في مشكلة مع اليهود في سبيل أهمية المعمودية، كان لازم يتعمدوا، وربنا هو نفسه اللي أعلنه. طبعا احنا قلنا في بعض البروتستانت يقولوا في معمودية لكن لا يؤمنوا بيها بمفاعلها، مش شرط أب كاهن، مش لازم قوي، ممكن بالتغطيس ومن غيره، لكن احنا شرط المعمودية لابد تكون ايه؟ بالتغطيس. ربنا يسوع المسيح نفسه يقول الكتاب خرج من الماء، والخص الحبشي لما تعمد يقول فعمده، ولما صعد من الماء خطف روح الرب في لبس. حتى كلمة عيد الغطاس نسميه عيد الغطاس، يعني معناته ان ايه؟
كان متغطس. حتى كلمة معمودية باللفظة اليونانية بابتزما. يعني ايه بابتزما؟ يعني صبغة، عشان كده نقول عليها الصبغة المقدسة، صبغة. طب عشان واحد يصبغ حاجة بيعمل ايه؟ يعمل ايه في الصبغة؟ لازم ينقعها ويغطسها في الصبغة لغاية ما تتشرب وتاخد لون الصبغة وتخرج. كلمة مدفونين معه في المعمودية، يعني جوه الايه؟ الولادة الجديدة، يعني الولادة تكون جوه، فلازم التغطيس. طبعا اتكلمنا عن معمودية الأطفال، قلنا برضو حتى لو هم عمدوا ما يؤمنوش بالمفاعيل، مش شرط أب كاهن، ملهاش لازمة من الأصل، مش شرط بالتغطيس. وحاجة تاني، الأطفال ما يعمدوش الأطفال، لكن احنا لابد ان الأطفال ايه؟ يعمدوا. ليه بقى؟ ربنا يسوع المسيح نفسه قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوا. رموز المعمودية في العهد القديم، اللي عبروا البحر الأحمر كان فيهم أطفال ولا مش أطفال؟ كان فيهم أطفال. الختان كان بيتم إمتى؟ في اليوم الثامن، يعني طفل صغير. خروف الفصح اللي بينجى من الموت كان ممكن يبقى البكر ده اللي نجي من الموت، واحد كبير او ان شاء الله لسه مولود بينال الخلاص بخروف الفصح. غير طبعا التعبير مطلق، من آمن واعتمد خالص. هتقولي طب الأولاد دول الأطفال بيؤمنوا على إيمان ولديهم، لأن ما عندهمش ما يعيق الإيمان. الطفل صغير طالما والديه مؤمنين بيطلع تلقائيا إيه؟ مؤمن. بيبقى منظر جميل جدا 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 لما نشوف أطفال صغيرين يكون بدأوا كده يتحركوا ويدخلوا مع أمهاتهم وأبائهم أو جدودهم. في مناظر لا أنساها، كان أحيانا الأبناء الكبار بيبقوا متجوزين وعندهم شغل، يروحوا الشغل ويسيبوا الأطفال مع مين؟ مع الجدود. فيجي الطفل أو الطفلة مع الجد أو الجد، والكبار بيتصرفوا ببساطة. تيجي ست كبيرة كده وتدخل عند أيقونة العذراء، يا عذراء شو اللي هي، تلاقي معاها حفيدتها عمالة تعمل إيه كده. أو حد جه مع جده يجي يسجد، فبيسيب ايده بيسجد، تلاقيه يسجد يقف كده قدام الهيكل ويقول يا ابانا الذي في السماوات، يكون الطفل لسه ما بيعرفش يقول حاجه، فيبص عليه كده يشوف جده هيتناول يجري عايز ايه. فاذا لا يعيق الايمان، ايمانه موجود. فعشان كده احنا بنعمد الاطفال، ولا سيما مش ممكن، محدش ضمن العمر. إن كان أحد ليولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، ليه نحرمه؟ بالعكس، بيعطى فرصة إن يتأسس في الإيمان من الطفولة. لو الطفل لما بيجي بقى يبدأ مبكرا في كنيستنا، إحنا كنيستنا من البداية يتناول ويتعمد ويتناول ويبقى له إجبين ويحضر مدارس الأحد وفي فصول الحضانة،
ويدخل يتناول. ده في أطفال أجي أوزع البركة في الآخر أجي أدي روح فاتح بقه، أعرف إن ده بيجي كنيسة كتير ويتناول فيتعود إن إيه، فبيبقى شبعان من صغره وينمو في النعمة من صغره. فدي حاجة الحقيقة جميلة في كنيستنا وبتعبر عن إيماننا بأهمية المعمودية ولزومها وفعاليتها. إزاي الواحد بياخد نعم كتيرة من خلال المعمودية ما يصحش نحرم الأطفال منها. هيقول لي طب ومين قال؟ طب نفترض كبر وأنكر الإيمان بقى ولا حاجة وما مقبلش الإيمان. قال له طب نفترض واحد كبير اتعمد وبعد ما اتعمد ألحد أو ارتد، يعني هي هي. غير الآباء الرسل أما كانوا يبشروا كانوا يعمدوا البيت باللي فيه. يعني شوفوا كده لما جه القديس بولس مع سجان فيليبي، فقال له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. يقول وفي الحال واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون بالكامل، ما استثناش حد خالص. وبرضو في قصة ليديا بائعة الإرجوان اعتمدت هي وأهل بيتها بالكامل، وبيت استفانوس. فلم يذكر قط أن استثني الأطفال من المعمودية. وقلنا طبعا إزاي كان الرموز حتى في العهد القديم كان الأطفال ليهم نصيب برضو في البركات كلها، سواء في الختان أو دم خروف الفصح أو بعبور البحر الأحمر. لكن دايما تصار بعض الأسئلة بقى البروتستانتي يسألوها عشان يقاوموا إيه فكرة المعمودية. يقول إن كانت المعمودية تجديدا لماذا نخطئ بعد المعمودية؟ ان احنا بنقول المعمودية فيها ايه؟ حياة جديدة. يقولوا طب اذا كان هي تجديدا ليه بنخطئ من بعد المعمودية؟ الله، المعمودية ادتنا حياة جديدة وجدة لكن لم تلغي حرية الانسان. هي تجديد ولكن ليست عصمة، ما بتعصمش، والا الانسان يبقى فقط حريته. ممكن الإنسان يقع في الخطية والصديق يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. يقولوا طيب انتوا بتقولوا المعمودية ليها المفاعيل دي كلها، طب احيانا بيبقى فيه كهنة مش كويسين سيرتهم وحشة، تفتكروا كهن سيرته وحشة ويعمد حد وكل البركات اللي بتقولوا عليها دي كلها اللي هيتعمد منه ياخدها؟ نقول لهم طبعا عدم امانتنا لا يبطل امانة ايه؟ الله. الكاهن ده يعني ما مش هو اللي بيدي من عنده، ده زي الصراف ممكن يدي يصرف المرتبات للكل وهو يكون أفقر واحد في الدنيا، زي ساع البريد هو اللي يجيب جواب مفرح وهو يكون حزين. فالكاهن سيرته لا تعيق إتمام السر. أو زي واحد بيشرب شوية مية، ممكن في إزازة بلاستيك زي كده، ممكن كوباية إزاز، ممكن حاجة نحاس ذهب،
تختلف المادة اللي هشرب فيها المية أو منها المية، لكن المية اتغيرت، هتفرق إيه لو أخد المية دي في كوباية من ذهب ولا في إزازة زي كده؟ مش هتفرق، دي كلها وسيلة، لكن البركة الله يبقى أمينا. يقولوا طب إذا كان المعمودية ليها لازمة كده مش ممكن حد يخلص منها، طب ما اللص اليمين ما تعمدش. دي حاجات ممكن بتتقال يا أولاد. اللص اليمين إيه؟ نقول لهم هي المعمودية بحسب الكتاب ما قال، هي موت مع المسيح، مدفونين معه. واللص اليمين ده بالفعل مات مع المسيح، ده احنا بنتعمد على شبه موته، ده بالفعل ايه؟ مات مع السيد المسيح له المجد. قالوا الكتاب ما قالش كده، ده الكتاب احيانا قال امن فقط، امن بالرب يسوع المسيح فتخلص، ما قالش اتعمد، قال امن فايه؟ فتخلص. طب ما هو طبعا، لان الايمان يسبق الايه؟ لو امن هيتعمد. زي خص الحبش، الخص الحبشي دوت لما آمن وعرف أهمية المعمودية قال له هو ماذا يمنع أن أعتمد، لكن لو لم يؤمن كان طلب أنه يتعمد. فدي ما تلغيش ديت، بالعكس. وحتى اللي بيقولوا عليه آمن فقط لسجان فيليبي، بعديها بشوية في نفس الكتاب يقول كلماه وجميع أهل بيته بكلمة الرب واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. مسكوا في آية واحدة بس، آمن بالرب في يسوع فتخلص، لكن ما جابوش بعد ما آمن حصل إيه؟ إنه اعتمد. يقولوا طيب إذا كانت المعمودية دي هي الضرورية كده للملكوت، طب هل أنبياء العهد اتعمدوا؟ نقول لهم كان في رموز للمعمودية، اتختنوا وكل الرموز اللي كانت بتشير امنوا بيها، هم بحسب ما الطلب منهم عملوا. يقول ده الكتاب قال مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه، الكلمه هي اللي ايه؟ بتغسل. شاء فولدنا بكلمه الحق ولم يقل لنا بالمعموديه. طب ما هي الكلمه بتسبق الإيمان، الإيمان بالكلمة وبينتج عنها إيه؟ المعمودية. فلما بيقول آمن أو بالكلمة، يعني طالما الكلمة لقت قبول يبقى بالتالي يعني مش هتلغي اللي بعديها، بالعكس. إيه معنى إيمانه ويرفض المعمودية أو ملهاش لازمة؟ فالكلمة بتبقى أولاً والمعمودية بتيجي ايه؟ النتيجة. وآيات كتيرة يقولوا مولودين بكلمة الله، شاء فولدنا بكلمة الحق، دي كلها طبعا الكلمة بتسبق يعني التعليم، فبيقبل بالإيمان فبيكون نتيجته المعمودية. وربنا يسوع المسيح نفسه إن كان أحد ليولد من الماء والروح، طيب ما هو قالها كده، لكن دي من اسلوب برضو اخواتنا البرسانت يمسكوا آية ويتجاهلوا الباقي. يعني يقولوا هو المية دي يعني فيها كل الأهمية دي كلها؟ المية فيها دي الله، ربنا أراد إن بواسطتها تكون كده، لدرجة القديس بطرس يقول أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء؟
والسيد المسيح قال إن كان أحد لا يولد من الماء والروح. فإذا كان ربنا هو اللي علمنا طرق الخلاص زهيت، ما أقدرش أخالفه. وبعدين ده ربنا من البداية خالص أشار للمعمودية بالماء والروح. أول إشارة كانت إمتى تفتكروا؟ الشاطر يقول لي، قول يا ابني اللي ورا، أنت اللي عمل. نعم؟ في إيه بيقول إيه؟ نعم؟ مظبوط صح. روح الرب، روح الله يرف على وجه المياه. وهو نفسه شبه المية نفسه بالمية كتير، يقول تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. قال من آمن بي تخرج من بطني أنهار ماء حي. والسامرية كلمها عن الماء الحي. ده في حاجة قالها القديس يوحنا، ربط بحاجة الأول. السيد المسيح هو على الصليب لما طعن بالحربة خرج هل صدفة كده أو بلا معنى؟ لا، دم ومية. يبقى إذن الدم اللي هو الخلاص بالفداء بدم المسيح، وبننال الخلاص ده بمياه المعمودية. عشان كده هو نفسه يقول الذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاث هم واحد. فالمية دي ما هيش مية عادية، بيبقى مية مباركة فيها صلاة. عشان كده حتى برضو في إشارة من زمان أيام من قبل ظهور السيد المسيح في الجسد، في قصة أليشع والنعمان السرياني، أما قال له روح اغتسل في نهر الأردن. نهر الأردن صغير بالنسبة للفرات، قال يعني من قلة الأنهار عندنا ليه؟ قال له نهر الأردن لأن النهر ده فيه بركة خاصة، لأن المسيح هيتعمد، إشارة أنه هيتعمد فيه. وربنا يسوع المسيح لما جه يفتح المولود أعمى طلب بالطين، قال له اذهب واغتسل. الله، طب ما كان قادر يفتحه من غير حاجة وخلاص. لا، عشان كده خلي بالكم الفصل ده بيتقري في أحد التناصير، لأن بيشير للمعمودية ويرمز للمعمودية. فالمياه المعمودية بيبقى فيها نعمة روحية بالصلوات والتقديس، لأن بيتصلى قداس خاص بالمعمودية وبيسكب عليها زيت الميرون. وعشان كده ممنوع حد يلمس مية المعمودية غير الكاهن، ممنوع حد. ده في أحيانا الناس بسذاجة وعدم فهم قال عايزين يشوفوا المية سخنة ولا باردة عشان الأطفال، هيحطوا ايدهم كده وبيبقى بقى يعني هم حرين لو حد شافهم. ما يصحش حد لان مش مية عادية. وخلي بالكو بعد ابونا ما بيخلص المعمودية في صلوات تتقال عشان المية ترجع لطبيعتها البسيطة، لانها مية مش عادية ديت. قبل ما تصرف بيتصلى صلوة عشان المية ترجع مية عادية. واحد يقول طيب احنا بنعتمد عشان نطهر من خطايانا، طب ما ابونا وابهاتنا وامهاتنا اعتمدوا،
ليه احنا بنورث الخطية؟ مش هم اعتمدوا خلاص؟ لا، احنا وارثينها من آدم نفسه، الحكم كان عن آدم، ولكن الخلاص فردي، من آمن واعتمد خالص، لكن مش للكل، بيشترط الايه؟ الإيمان والمعمودية. فالخلاص شخصي مرتبط بالإيمان. واحد يقول لي طيب احنا بنقول نؤمن بمعمودية واحدة، لأن المعمودية لابد تكون مرة ايه؟ طب ليه لو حد بروسانتي جه وعايز يبقى ارثوذكسي بنعمده مع انه كان متعمد عند البروتستانت؟ لا، مش التغطيس، ممكن يكون متعمد بالتغطيس برضه. عشان المعمودية عنده ما هوش سر، لا يؤمن بالفعالية بتاعتها، وما فيش كهنوت. طب نفترض كاثوليكي او من الكنائس الاخرى اللي بتختلف معانا في الايمان، وتعمد عندهم من الكنائس اللي فيها المعمودية، يتعمد تاني ولا ما يتعمدش؟ يتعمد. ليه بقى؟ لان المعمودية مبنية على الايمان، من آمن واعتمد خالص، ولازم اللي يقوم بالمعمودية كاهن شرعي. فأول حاجة الإيمان مختلف، فما بني على باطل يبقى باطل. ثانيا في حرمات بيننا وبين الكنائس المختلفة معنا في الإيمان، وبالتالي مبدأ إن كاهن شرعي بالنسبة لنا لا، يبقى لازم تعادل. هنا ما بنسمهاش إعادة للمعمودية، بنعتبر إنه كأنه إيه؟ كأنه ما تعمدش، فبيتعمد كأن ده المعمودية الأولى بالنسبة لنا، لأن في حرمات موجودة يعني بتكون تمنع أن يعتمد المعمودية ديت، لأن مش مبنية على نفس الإيمان. الإيمان واحد، معمودية واحدة، لكن الإيمان مش واحد، والكهنوت في حرمات عليه، وبالتالي لا نعترف بمعموديته. هكتفي بهذا القدر، وهدي فرصة لو في أسئلة. طيب يا ريت عشان ما أخركوش، وخلي بالكم الأسئلة ممكن طالما في الموضوع ممكن يجي فيها امتحان، حتى لو في حاجة أنا ما شرحتهاش، لو سؤال كويس ومفيد الأسئلة داخلة في المنهج، فممكن هنجيب سؤال في الامتحان من الأسئلة اللي اتسألت وتجاوب عليها. بيقول هل البنات بتتعمد على 80 يوم، هل ده عقاب للبنات؟ لا، الولد والبنت ممكن يتعمدوا ولو ابن يوم. الأربعين والثمانين دي للأم مش للطفل. الأربعين والثمانين دي لمين؟ للأم مش للطفل. هل يصح إن في أشخاص يحضروا ويصلوا في الكنيسة الإنجيلية وفي نفس الوقت ياخدوا الأسرار المقدسة من الكنيسة الأرثوذكسية؟ ما ينفعش. اللي عايز يبقى بروتستانتي يروح هناك ويستمر، عايز أرثوذكسي يبقى يلتزم بكنيسته الأرثوذكسية. في حد بيقول في شخص سألني إن العذراء لا تحتاج إلى الخلاص لأن الروح القدس حل عليها وطهرها وطهرها، فهي لا تحتاج للخلاص؟ أرجو الرد. هي نفس الست العذراء تجاوب على هذا السؤال لما قالت التسبحة بتاعتها، قالت تبتهج روحي بالله مخلصي، فبرضو كانت محتاجة للخلاص. هل المسموح مسموح بالبخور داخل المنزل؟ لا، مفروض التبخير ده من اختصاص الكهنوت فقط، ولا يستخدم اي بخور في المنازل باستثناء
لو في أب كاهن جاي يصلي قنديل أو صلاة تبريك منازل وما إلى ذلك، لكن نجيب بخور ونبخر لا ما ينفعش. يقول في المزمور 109 يقول: قال الرب لربي. ما معنى قال الرب لربي؟ عارف الأول يقول في مزمور يقول الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. ده بيعبر عن الآب والابن اليوم، يعني مستمر، الولادة مستمرة، ولادة بدون انفصال. فداود النبي يقول قال الرب لربي، يعني قال الله الآب لربي اللي هو الابن اللي متجسد، قال لربي لأنه تجسد من نسل إيه؟ داود بالجسد. وده سؤال سأله المسيح لليهود، ده مخاطبة بين الآب والابن، لكن هما الاتنين واحد في الجوهر. ليه الروم هما اللي بيطلعوا النور المقدس رغم تناقض في الإيمان؟ لأن دي حاجات كانت قبل الخلافات في الإيمان، الكنيسة دي كانت موجودة من زمان قوي، من أيام البابا أثناسيوس الرسولي، فدي عوايد هناك ليها وضع خاص. في بنت بتسأل بتقول عايزة أعرف ليه الولد معموديته بعد 40 والبنت بعد 80؟ ليه الأم تستنى 80 يوم لو بنت و40 يوم للولد؟ السؤال التاني يمشي، لكن الأولاني احنا قلنا الولد والبنت يتساووا، ممكن يتعمدوا ولو ليوم. الفكرة في الأم هي تذكرة بالخطية الأولى، عشان انتوا تسألوا ليه السؤال ده، فتكون الإجابة هو مين اللي كل من الشجرة الأول، آدم ولا حواء؟ فلما كلت حصل ايه؟ فنفتكر دايما ونكون حريصين ما نغلطش. فهو هدف تعليمي. في سؤالين هنا. لو واحد اتولد ومات على طول من غير ما يعتمد، هيكون مصيره ايه؟ دي فمصيره عند ربنا بقى. بتقول معلش يا سيدنا، هو ينفع في واحدة ليها ظروف شهرية تاكل قربان من اللي بيتباع بره؟ المهم ما ينفعش تاكل الحمل، اولا ما ينفعش تدخل الكنيسة وهي في الظروف ده، هي ما ينفعش. لكن الحمل لا، لكن لو قربان عادي من اللي بيتباع بره دوت ممكن، لكن الحمل لا. طيب نكتفي بهذا القدر وتفضلوا نصلي.